السير ببطء على طريق الأمنيات حكاية ترهق أبناء منطقة الخمسة كيلو في الرمادي. هي ذات الحكاية التي يعاني منها العراقيون بعد أن خلف لهم تنظيم داعش الإرهابي الخراب. التراكمات السابقة فضلا عن تراكمات الإرهاب وداعش وغيرها صارت على مسؤوليتها على الحكومات الحالية، واللي نعمل الحقيقة بشكل كبير جدا لغرض إنقاذ ما يمكن إنقاذه من واقع صعب جدا. الإشكالية الكبرى اللي نعاني هي الإشكالية المالية، وهذه أكبر مشكلة عندنا الحقيقة في مدينة الرمادي، أنه مشاكلنا المالية الحقيقة كبيرة، والتخصيصات المالية اللي ترد من الحكومة المركزية لا تكاد تكفي 5% من مجمل الاحتياجات الفعلية. منطقة الخمسة كيلو المدخل الغربي الرئيسي للرمادي، يعاني أبناؤها من أصحاب مهن وطلبة مدارس، غياب أهم المرافق الرئيسية التي تمنحهم حياة كريمة، وتبقى الشكوى سيدة الموقف. بكل مكان قلت لك طبعا، يعني من ينطيك مهلة يقول لك 5 أشهر كاملة، المفروض يعني ينطي مهلة فوق المقرر، إذا هي 3 أشهر ينطي 5 أشهر، حتى 5 أشهر 100% كاملة، بس هو مو يعطيك مهلة 5 أشهر ورا سنة الله يكمل. وصدق العالم هم على باب الله، شوفوا شلون هسه احنا نريد نقول سرعه بالانجاز حتى العالم تقدر تعيد حياتها وتواشر بعملها. احنا نريد من الجهات المسؤوله يعني خدمات، نريد اكثر اندفاع، وريد بالنسبه للشارع الخدمي نريد باسرع وقت ممكن، لان تعرف انت احنا كنا اصحاب محلات والناس كلها اصحاب عوائل، وهذا نريد الموضوع ينجز باسرع وقت ممكن. حركه الاعمار التي وعدت بها الحكومات المتعاقبه، يقول مواطنون إن تأخرها يرهق تفاصيل الحياة اليومية ويفقد الثقة بواقع أفضل.